السلام عليكم بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي من قناه مافيد، والنهارده في حلقتنا حاطط عليكم مجموعه تمارين كبارة جدا لتكبير ورفع الصدر. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعملوه 3 جولات في نص دقيقه، والاهم من كده انكم هتعملوا التمرين دي 4 أو 5 أيام في الاسبوع، مرتين في اليوم، يعني مره الصبح ومره بالليل. ولو عايزين تعرفوا نصايح معلومات تعليمات اكلات اي حاجه تساعد بجانب التمارين على تكبير منطقه الصدر ورفع منطقه الصدر للاعلى بشكل دائري، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. وانا بوعدكم انكم بعد اول 7 أيام او بعد اول 10 أيام هتبتدوا تلاقوا منطقه الصدر عندكم متغيره بنسبه 180 درجه. فانا بنصحكم وبنبهكم انكم تبقوا متفرغين دلوقتي حالا، علشان دلوقتي حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا. Thank you.
وبكده يبقى احنا خلصنا حلقتنا. عشان احنا بتاعكم دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارجع له كومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم باقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديده اللي بتنشر على قناتي ولا بنزلها كمان كل يوم. وبرده في نفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا منها. Peace.